السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الأخوات، أهلا وسهلا بكم مجددا في قناتي وقناتكم الحياة مدرسة مع أم أحمد. قبل ما نبدأ الدرس نتمنى يلقاكم في أحسن الأحوال وبصحة وعافية، وكنعتذروا على هذا الغياب اللي كان لأسباب يعني كان ظروف خاصة. عندنا الدرس ديال اليوم هو التنوين في المقصور والمنقوص والممدود. إذا رجعنا للدروس السابقة غتلقاو درس على ما هو الاسم المقصور، الاسم المنقوص، الاسم الممدود. حنا غنعاودوه بعجالة. الاسم المقصور ما كان آخره ألف مقصورة ولا ألف ممدودة قبلها فتحة. الاسم المنقوص ما كان آخره ياء قبله كسرة. الاسم الممدود ما كان آخره همزة قبله ألف ممدودة. إذن هذا فقط للتذكير شنا هو الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود عفوا، باش نفرقوا بيناتهم. هنا جيت نشوفوا التنوين عندما ينون الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود، التغييرات اللي تتوقع فيه اللي كنونوه. يعني إذا لاحظتوا معايا هنا غتشوفوا معايا هنا في الجدول هنا الحالات، هنا الاسم المقصور، الاسم المنقوص، الاسم الممدود. إذا هنا حالة الرفع مثلا، إذا جاء الاسم المقصور في حالة الرفع مثلا، عندنا هنا جاء فتى، فتى شرحته هنا، كاين شي تغيير؟ إذا ليس هناك تغيير، لم تحدث ألفه. إذا كيف جاء هنا؟ إلا بغينا نعرفوا هاد فتى، شنو هو الإعراب ديالو؟ جاء فتى، هذا جاء في حالة الرفع، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، فتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف لأنه اسم مقصور. إذا جاء فتى، تبعو مزيان، هنا حذفت ألفه لفظا فقط، في اللفظ. غادي نجيو نشوفو النصب، مازال حنا بالاسم المقصور، حالة النصب، رأيت فتى، كاين شي تغيير؟ لم يكن التغيير، بل جاء كما جاء في حالة الرفع. هنا رأيت فعل ماضي مبني على السكون والاتصاله بتاء متحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، فتى هنا جاء مفعول به منصوب بماذا؟ منصوب بالفتحة المقدرة على الألف لأنه اسم مقصور. فوق نمر إلى الاسم المقصور في حالة الجر، إذا اللي كيكون منون كنهضرو عليها اللي كيكون في التنوين. مررت بفتى، بفتى، إذا مررت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة، والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، فتى اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف لأنه ماذا؟ من الأسماء، اسم من الأسماء المقصورة. إذا لاحظتوا معايا مزيان، هل هناك تغيير؟ لا. إذن الاسم المقصور إذا نون الاسم المقصور تحذف ألفه لفظا فقط، في اللفظ، أما كتابة يعني كتظهر كتثبت كتابة، يعني كتكون في الكتابة ولكن اللفظ كتسمعيها غير تن، فتن، رأيت فتن، مررت بفتن، هذا ما يخص الاسم المقصور. نمر إلى الاسم المنقوص. الاسم المنقوص هنا عدل قاض، عدل قاض. إذا الأساس ملي كيكون الاسم المنقوص معرف اش كيكون عنده؟ القاضي، اش كيكون عنده؟ كتكون عنده آخره ياء قبله كسرة، كتكون واحد الياء. هنا لما نون الاسم المنقوص عدل قاض في حالة ماذا؟ في حالة الرفع. نعرف عدل ماذا؟ فعل ماضي مبني على الفتح، حسن جدا. قاض، هذا قاض محله من الإعراب،
فاعل مرفوع بالضمة المقدر على الياء المحذوفة، لأن كانت عندنا واحد الياء ولكن تحذفات لما نون الاسم المنقوص اللي درنا له التنوين تحذف. إذا نشوفهم في حالة الرفع الاسم المنقوص في حالة الرفع، إذا نون الاسم المنقوص في حالة الرفع تحذف ياؤه. إذا أنت تحذف الياء ديالو، نتمنى تكونوا متبعين معايا. إذا هذا في حالة الرفع، يعني ديك الياء اللي كتكون عنده تحذفات هذا في حالة الرفع. نمر إلى حالة النصب. الاسم المنقوص، الجملة هي قابلت قاضيا. قابلت قاضيا، نشوفوا الإعراب باش نفهموا أكثر. قابلت، قابل هنا كيبقى الفعل، فعل ماضي مبني ماذا على السكون حسن جدا لاتصاله بالتاء المتحركة، ودائما التاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل. قاضيا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، يعني بالتنوين كاين. واش كاين الياء؟ حسن جدا. إذا في حالة النصب الاسم المنقوص في دا نون وفي حالة النصب تثبت ياؤه، يعني كتكون عنده الياء في حالة النصب. في التنوين، في التنوين قابلت قاضيا، إذا هنا في حالة النصب في التنوين ديال الاسم المنقوص هنا ثبتت ياؤه، مفهوم؟ نمر إلى حالة الجر، الحالة ديال الجر. التقيت بقاض، التقيت بقاض، هذا الاسم المنقوص في حالة التنوين وفي حالة الجر. نعرف التقيت كذلك، هذا كلهم أفعال كلهم تقريبا نفس إعراب، هذا مع هذا. فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء والتاء المتحركة، ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. الباء حرف جر، قاض اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، حيث هنا تحذفات الياء ديالو. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن الاسم المنقوص إذا نون الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حالة الرفع وتثبت في حالة النصب، وكذلك تحذف في حالة الجر. فهمتوا؟ هذا الاسم المنقوص. نمر إلى الاسم الممدود. الاسم الممدود نقرأ الجملة الأولى في حالة الرفع. هذه سماء صافية. هل هناك تغيير؟ هل هناك تغيير لما نون الاسم الممدود؟ واش كاين شي تغيير هنا؟ ما كاينش تغيير. عندنا التنوين، عندنا الهمزة، عندنا الألف، لم تحذف همزته ولا يعني بقيت يعني تعرب كإعراب الاسم الصحيح، تعرب إعراب الاسم الصحيح، تعرب في حالة الرفع بالضمة، وتعرب في حالة النصب بالفتحة، وتعرب في حالة الجر بالكسرة. إذا نكون هذه اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ. سماء خبر مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، إذا هنا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، هذا بالتنوين كاين اللي كيقول مرفوع بالتنوين، إذا بالضمة الظاهرة على آخره. صافية هنا نعت تابع لمنعوته. هذه نمر، تأملت، تأملت فعل ماضي مبني على السكون، تاء متحركة في محل رفع الفاعل، يعني نفس الإعراب ديال قابلت. شوفوا مزيان، سماء هل حذفت الهمزة؟ لم تحذف الهمزة، بل بقيت على حالتها. إذا كما قلت أن الاسم الممدود يعرب إعراب الاسم الصحيح. تأملت، سماء هنا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. صافيتين نعت كما قلت، هنا أعلام مرفوعة في سماء صافية. إلى مشينا لهنا، في حرف جر، سماء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذا أش كنلاحظوا هنا؟ أشنا هو الاستنتاج اللي خرجنا منه بهذا الدرس هذا؟ إذا كنستنتجوا لأن الاسم المقصور أو المنقوص أو الممدود الثلاثة في حالة تنوين
ما معناها كنقول التنويم نشرح يعني مبسط، حيت كاين اللي كما قلت عندي ناس اللي يعني مستفيدات باش يفهموا مزيان التنويم. ملي كنهضر على التنويم يا اما يكون عندهم جوج ضمات، يا اما يكون عندهم جوج فتحات، يا اما يكون عندهم جوج كسرات. هذا ما يسمى بالتنويم، كتعطاه جوج ديال الحركات سواء جوج ضمات ولا جوج فتحات ولا جوج كسرات. هنا نعاود بعجاله، الاسم المقصور تثبتو يعني الالف ديالو يعني خطا وتحذف لفظا. ما معنى الرافع؟ كنقولوا جاء فتى، وسمعتوا هذه ما سمعناهاش في اللفظ، ولكن خطا كاينه مكتوبه، غير هي ما تسمعتش لفظا. عفوا لفظا ما سمعت، ولكن كتابه خطا راه مكتوبه. جاء فتى في حاله النصب، رايت فتى في حاله الجر، مررت بفتى في حاله الجر. نمر الى المنقوص ونشوف التغييرات اللي كتقع عندهم، اللي كيكون منوان يعني عنده التنوين في حالة الرفع. عدل قاضي، اشنو هو التغيير يوقع هنا؟ حسن جدا، حذفت الياء، لأن أساسا كما قلت أن الاسم المنقوص هو يعرف بياء في آخر كلمة قبله كسرة، هنا تحذفت الياء ديالو في حالة الرفع. نمر إلى حالة النصب، قابلت قاضيا، اشنو هو التغيير اللي وقع؟ حسن جدا، هنا تبتت ياؤه، ديك الياء اللي عنده في الآخر ها هي قاضيا وتنصبات لان جا في حاله النصب. نمر الى حاله الجر، وهذا التقيت بقاضي، اذا هنا واش اشوف هنا هو التغيير اللي وقع هنا؟ حسن جدا، هنا حذفت الياء ديالو في حاله الجر. اذا الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حاله الرفع وفي حاله الجر وتثبت في حاله النصب. نتمنى نكون يعني كان فهمتوا. اما فيها الاسم الممدود فهي يعني ما كيكونش حتى شي تغيير في الاسم الممدود اللي كيكون فيه التنوين، يعرب كاعراب الاسم الصحيح. فهمتوا؟ اذا هذا هو الدرس ديال التنوين في المقصور والمنقوص والممدود. نمر الى نموذج في الاعراب. اذا كما كتلاحظوا نتمنى يكون كيبان لكم يعني الكتابه في الصوره. هنا نموذج في الاعراب بالنسبه للاسم المنقوص. ان شاء الله غادي نديروا نماذج كذلك في الاسماء المقصوره وكذلك في الاسم الممدود. هنا عدل فعل ماضي مبني على الفتح كما كنعرفوا، قاضي فاعل مرفوع بالضمه المقدر على الياء المحذوفه، لان كان عندنا هنا واحد الياء ملي كيكون في حاله التعريف كنقولوا القاضي كان واحد الياء، ولكن ملي تنون يعني تحذفات الياء ديالو في حاله الرفع. هنا غنمروا لجمله اخرى، قابلت كما قلت فعل ماضي مبني على السكون والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، قاضيا مفعول به منصوب بالفتحة يعني بالفتحة، وذاك اللي كيقول بالتنوين الظاهر على آخره، هي هنا هنا مفتوح بال يعني منصوب بالفتحة، لأن الياء هنا ثبتت الياء في حالة النصب كما قلت أن الاسم المنقوص كتثبت الياء ديالو في حالة النصب، وهنا تحذفت في حالة الرفع. نمر عندنا هنا مررت في الماضي مبني على السكون والتاء المتحركة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، دائما التاء المتحركة عندنا نفس الإعراب. بقاضي الباء حرف جر، قاضي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة، كذلك هنا تحذفت لنا الياء ديال الاسم المنقوص لأنه جاء يعني منون ولا نون هنا وجاء هذا ما ظهرش الكسرة ما ظهرش بل مقدرة على الياء المحذوفة، لأن كما قلت الأصل ديالها هو القاضي. هذا بالنسبة للتنوين ديال الاسم المقصور والاسم المنقوص والاسم الممدود. إذا ما درش الاسم الممدود لأن الإعراب ديالو إعراب ديال الاسم الصحيح، ما عندوش إشكال. كذلك بالنسبة للمقصور دائما مقدرة، سواء كانت الرفع كنقولوا فاعل مرفوع بالضمة المقدرة على الألف، في حالة النصب مفعول به مثلا ولا اسم إن ولا يعني منصوب بالفتحة المقدرة على الألف، في حالة الكسر كنقولوا
مجرور بالكسره المقدره على الالف، يعني ما كاينش عندنا اشكال، هذا ديما مقدر. اما بالنسبه للاسم المنقوص هو اللي كيكون عندنا فيه واحد التغيير اللي كيوقع ملي كيكون عندنا التنوين. اذا كان نتمنى يوصلكم هذا الدرس هذا، ونتمنى انه نكون يعني حاولت يعني احاول قدر المستطاع باش نشرح لكم واحد الشرح مبسط باش كلشي يفهم ان شاء الله الدرس ديال الاسم المقصور والاسم الممدود والاسم المنقوص. واقول قولي هذا، واستغفر لي ولكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى حصه مقبله ان شاء الله باذن الله.